السلام عليكم، معكم شاف صلاح الباتني. اذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. انا اليوم راح ندير لكم وجبه سريعه بالخضر، يعني تجي بزاف مليحه ومقرمشه، يعني تتكل مع المايونيز ولا الهريسه. خلينا نمروا لطريقه تحضير هذه الوجبه. هذه الوجبه السريعه واش نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا فيها زوج حبات بطاطا مقشرين متوسطين الحجم، عندي فلفل يعني حار ولا يكون يعني حلو عادي، عندي بصلة حبة بصلة نفرمها، عندي فرماج شيدار نربيه، زوج مغارف فارينة، بيضة كاملة، وعندي التوابل. واش راح ندير هنا؟ راح نبدأ نفرم هذا البطاطا بهذه الطريقة. نزيد الثانية، الحبة الثانية كما راكم تلاحظوا أنا فرمت الحبات تاعي، ندير لهم الماء هذه الطريقة. نحاول نحي أو ننزع عفوا هذا الماء من البطاطا، نحكم بطاطا يعني بهذه الطريقة. ننزع لها الماء يعني بشكل نهائي، يعني هذه الطريقة أو هذه كيفية لازم ديروها باش نحيو الحليب نتاع البطاطا. هذه الطريقة أنا راني نحيت الماء كامل من هذه البطاطا. دوك نتلاقاو كيف راح نديرو طريقة التحضير او كيف راح نمزج هذه المقادير مع بعض. انا راني غيرت هذيك البطاطا، راح ندير البصل يعني حبة تاع البصلة هذيك اللي تكون متوسطة في الحجم، فلفل اخضر سواء حلو ولا حار حسب الرغبه، شيدار، شيدار البيضه كامله، راح ندير يعني دواوات، ندير فلفل حمار هذه الطريقة، ندير الملح، ندير حوالي مغرف صغيرة، مهم يعني هذا البهارات يعني حسب. ندير الكمون، الكمون كثروا شوية لأنه البطاطا كما نعرفوا احنا تحتاج الكمون بزاف، ونخلطوا مليح هذه المكونات في بعضها مليح. بهذه الطريقة باش نزيد زوج مغارف نتاع الفارينة. أنا لهنا عظمة فريدة ما كفاتش، راح نزيد بيضة ثانية لأنه كي نزيد فرينة راح تجيني شايحة بزاف. نزيد بيضة لأنه البيض ندير فيه متوسط الحجم أو عفوا صغير يعني حسب
كنخلطوا كلش باش تبان. لازم تجينا شويه فيها الماء، انا راه تقطع لي الفيديو، راني درت مغرف تاع فرينه من قبل، نزيد مغرف وحده فريده ونخلط مليح. بعد ما مزجت هذه المكونات خلينا نروحوا كيفاش راح نطيبوا هذه الوجبه. بعد ما سخنت الزيت على نار متوسطه راح نبدا نطيب هذا الوجبه هذه. بسم الله نديروها على شكل دائري، هذه الطريقه نزيدو حبه هلي كوفي هذه الطريقة. حاولوا نعدلوها، لازم النار تكون هادية هذه الحبة هذه من نقلب هذه عفوا الوجه ونزيد واحدة أخرى لازم نشكلو دوائر. هذا الكيفية نزيد ندور هذه، هي مازالت ما طابتش لواحد تنطب مليح. يعني الانسان اللي عنده يقدر يدير لحم مفروم طيبيه مع الدواوات وتخلطيه مع هذه الخلطة، لازم نطيبوه ليش تانس طيب. ممكن تشوفو نحمروها مليح باش تجينا تقرمش بدون نخليوها مليح طيب. نقبو شوية النار باش ما تقلناش الوقت. هذه الطريقة أنا راح نطيب كامل الكمية تاعي ونتلاقاو في صحن تقديم إن شاء الله. هذه هي الكيفية تاع نهار اليوم، أنا درت لكم وجبة سريعة يعني بزاف بنينة وتقرمش كما راكم تشوفوا، يعني راهي في المسطرية الحواشي تكون تقرمش تتكل مع مايونيز ولا هريسة، يعني سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت مع الخضر يعني وصحية. أنا نتمنى تجربوها وحاولوا ما تطيبوهاش بزاف لأنه أنا حرقتها شوية، يعني تكون تأخذ اللون بني غير شوية برك ننحيها. راهي جات بزاف مليحة كما كنتم تشوفوا يعني بدون لحم، اللي عنده اللحم ثاني ما يشمش كل. هذه هي الكيفية تاع نهار اليوم وبالصحة والراحة.